هذه أحكام مختصرة بأدلتها الشرعية عن الصلاة. عاشرة، الصلاة ركن من أركان الإسلام، من جحد وجوبها بمعنى أنه قال ليست واجبة حتى لو قال إنها نافلة، وقال سأصلي على أنها نافلة لكنه جاحد لوجوبها، فهذا كافر بالإجماع، بإجماع العلماء. لما؟ لأنه كذب الله عز وجل الذي أوجب هذه الصلاة في كتابه، وكذب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي فرض هذه الصلاة في سنته، وكذب إجماع الأمة على أن الصلاة فرض وركن من أركان الدين. لكن لو أن الإنسان لا يجحد وجوبها، يعترف ويقر بأنها واجبة، لكنه يتركها تهاوناً وكسلاً، يتركها تهاوناً وكسلاً. بعض العلماء يقول لا يكفر، ولكن الأدلة تدل بظاهرها على أنه يكون كافراً، بل استدل بعض العلماء، وإن كان في هذا الدليل عند بعضهم تنظير، قوله تعالى منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة، في ختامها قال ولا تكونوا من المشركين. ومنها مما يدل على تأييد المعنى في هذه الآية قوله صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت عنه عند الترمذي والنسائي وابن ماجه العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. عبد الله بن شقيق التابعي رحمه الله كما عند الترمذي كما ثبت قال لم يكن أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم يرون من الأعمال شيئا تركه كفر غير الصلاة. فهذا يدل على خطر من ترك الصلاة ولو تركها تهاوناً وكسلاً.